مساء الخير. الرياضة بشكل عام انوجدت لأسعاد الناس وخلق حالة تنافسية بمبدأ الفوز والخسارة. وببلدنا سوريا مثل أي بلد بالعالم كل حدا فينا بيشجع نادي اللي بيحبه وبينتمي له. بس في أوقات بتتوحد الانتماءات لتشجيع أي فريق سوري بيلعب بمباراة دولية خارج سوريا. أول مبارح بمباراة كلاسيكو سوريا بين الاتحاد والكرامة وتحديدا بعد إصابة الحارس خالد حاج عثمان كنا كلياتنا مع نادي الاتحاد والفزع أخذ محل كتير كبير بقلبنا وبإنسانيتنا. الخوف كان معلن وكان واقف على حدود الدعاء. بلحظات حسيت الرياضة رح تصير دمعة. بلحظات كرهت كرة القدم. بلحظات سألت حالي ليش. بلحظات تمنيت الزمن يرجع لورا وما يطلع خالد لهي الطابة. بلحظات تخيلت أهله وناسه ومحبينه. بلحظات تم إنقاذ خالد بشكل كتير سريع وجيد وخالد حاليا بألف خير. التعاطف من جميع الأندية كان سوري وبامتياز. هذا الشيء بيخلينا نآمن بوحدة الناس ومحبتها رغم كل الآلام. تعالوا نبطل نسب بعض بالملعب. تعالوا نصفق للرابح ونقوي الخاسر. تعالوا ما نحط العصي بالدواليب. تعالوا نبرر أخطاء بعض. تعالوا نحس حالنا واحد. بعرف إنكم ممكن تزعلوا على ضربة جزاء تكون رايحة لفريقكم. وبعرف إنه في أخطاء بالملعب بتصير. بس خلينا نكون مع بعض مو على بعض. الحمد لله على سلامتك كابتن خالد وما تشوف شر. 90 دقيقة بلش وحلقة جديدة. مساء الخير مجد. يسعد مساك عمر، بدي تابع من الكلام اللي انت قلته. يسعد مساكم مشاهدينا. ألف الحمد لله على السلامة للكابتن خالد الحاج عثمان اللي يعني وقفت قلوبنا وأنفاسنا للحظات لبين ما كان هو، وعرفنا أخباره أنه هو بخير. كمان نقول له الحمد لله على السلامة للكابتن همام أبو سمرة لاعب نادي الكرامة اللي هو احتك مع الكابتن خالد. تحية كتير كبيرة للكوادر الطبية اللي كانت متواجدة. طبعا الكادر الطبي لنادي الكرامة ما قصر أبدا، ما اعتبر أنه الكابتن خالد هو لاعب من الفريق الند خلينا نقول رياضيا أو الخصم، بالعكس اعتبره هو لاعب نادي الكرامة. كابتن ياسر الملحم نوجه له تحية اللي أسرع بإخراج اللسان أو بعد عملية بلع اللسان أخرج لسان الحارس المرمى خالد الحاج عثمان. لاعبي نادي الكرامة ركضوا مباشرة لسيارة الإسعاف لمساعدة الكادر الطبي والهلال الأحمر اللي كان متواجد واللي ما قصر نهائيا. بقول لهم شكرا لكم. الدكتور عزت شقالو اللي كان كمان عم يعمل حاله كثير رائعه مثل ما عودنا هو الطبيب لفتره طويله مع المنتخب السوري، كمان راح لعند مهاجم نادي الوحده، هو معالج بنادي الشرطه، راح لعند مهاجم نادي الوحده الكابتن محمد الزينو اللي صار عنده خلع بالكتف، كمان قدم له الاسعافات ورجع له الكتف محل ما كان. يعني كانت الحالات رائعه جدا، نتمنى انه ما تتكرر، ما نحتاج نحكي عن الحالات الطبيه وكيف نحن عالجنا، تكون اصابات عرضيه يعني، ويتابع اللاعب المباراه مره ثانيه. الحمد لله على السلامه الكابتن خالد، الحمد لله على السلامه الكابتن همام. جوله مشاهدينا كانت نديه، كانت رائعه، الى حد الان الاهداف موجوده بدورينا، المرحله الثانيه على التوالي 17 هدف، ناقص هدف عن المرحله الاولى، يعني عندنا نحن اليوم 35 هدف، ما شاء الله شهية التهديفيه مفتوحة، ونتمناها دائما تبقى مفتوحة عند مهاجمينا وعند اللاعبين. فقرتنا المعتادة اللي رح نفتتح فيها دائما برنامج 90 دقيقة فقرة الأهداف، خلونا نتابعها.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، بدنا نرحب مع بعض بضيفنا ومحللنا الكابتن عساف خليفه. يسعد مساك كابتن. مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الاكارم. مساء الخير كابتن. على السريع نبلش، شو رايك بالاسبوع الثاني هيك بشكل فني، هيك كيف لقيته يعني عن الاول؟ بالمختصر انه ما كان في مفاجات، في غزارة بالاهداف، يعني المرحله الثانيه الفرق المقدمه بين محضره صح، فرق المحاضرة صح ولدت حالة بالمرحلة الثانية، الفرق الضعيفة بيّنت أنه بدها شغل لسه، الفرق بيّن لسه من أول أسبوعين في فارق، يا خوفي الأسبوع الثالث مثل ما سألتني بالأسبوع الأول، صحيح. يا خوفي أسبوع الإقالة بلشت رح تشتغل من الأسبوع هذا الطالب. هذا اللي هلأ رح نسأله أكثر، لأنه النتائج لبعض الفرق ما بتبشر. كابتن يعني شفنا نحن كمان في عنا بعض الأرقام السريعة، علاء الدالي هو اليوم متصدر بثلاث اهداف، لاعب تشرين، عندنا اربع لاعبين معهم هدفين، عندنا لاعبين سجلوا بالمرحله الاولى والثانيه اللي هن الكابتن نصوح نقدري من الكرامه والكابتن صبحي شوفان من الوثبه، كان عندنا حالتين طرد بهي المرحله، كانت حاله لحمزه الكردي لاعب نادي جبله وحاله لطه موسى حارس مرمى نادي الوحده، اللي هي كلنا استغربنا انه صارت عمليه الطرد بعد ما انتهت المباراه بعد دقائق 90 يعني. وكمان في عندنا بعض الحالات رح نذكرها خلال التقرير. مشاهدينا خلونا نشوف هذا التقرير اللي بيلخص مباريات الجوله الثانيه. نجح ثلاثة فرق فقط في تسجيل العلامة الكاملة وهي تشرين، الجيش والكرامة مع نهاية الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز. جولة لم تخلو من بعض النتائج غير المنتظرة، لكنها كانت حافلة بالإثارة والجدل التحكيمي بحكم العادة. في ملعب السابع من نيسان انتهت قمة المرحلة بين الاتحاد وضيفه الكرامة لمصلحة الأخير بهدفين لهدف في مباراة توقفت لتسع دقائق في شوطها الأول بعد إصابة خطيرة تعرض لها حارس الاتحاد خالد حاج عثمان في الدقيقة الثامنة. أهداف المباراة سجلت جميعها في شوط المباراة الأول، حيث سجل ميلاد حمد في الدقيقة 26 ليعادل الاتحاد بعدها بدقائق عبر محمد عذرة قبل أن يسجل نصوح نقدلي هدف التقدم مجددا للكرامة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. الاتحاد حاول تعديل النتيجة في شوط المباراة الثاني ووصل إلى مرمى الكرامة مرات عدة، لكنه اصطدم بنجم اللقاء النعسان والذي ساهم بشكل بارز في إبقاء النتيجة على حالها ليسجل الكرامة ثاني انتصار له هذا الموسم، فيما تكبد الاتحاد هزيمته الثانية. من جهته كان الجيش ثالث الفرق التي حققت الانتصار الثاني توالياً، وذلك عندما استقبل فريق الطليعة في يوم تاريخي للنجم محمد الواكد الذي سجل هدف المباراة الوحيد والذي كان كفيلاً بجعله ينفرد في صدارة لائحة الهدافين التاريخيين للزعيم ب 82 هدفاً، ليتلقى تهنئة خاصة من الهداف التاريخي السابق زياد شعبو عبر الفيسبوك. لكن أحداث الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع طغت على مجريات اللقاء بعد أن ألغى الحكم وسام ربيع هدفاً للطليعة سجله العماير من ركلة حرة مباشرة، وذلك بسبب تواجد لاعبين من الطليعة على مسافة قريبة جداً من حائط الصد الجيشوي، لقطة أثارت غضب الفريق الزائر ومدربه طارق جبان. حامل اللقب تشرين استقبل الساحل أمام مدرجات خالية لعقوبة اتحادية وحقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة لعلاء الدالي الذي سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء وورد السلامة لينجح في الوصول إلى النقطة السادسة وبشباك نظيفة. وامتد الجدل التحكيمي إلى مباراة جبلة والفتوة التي انتهت بفوز النوارس بهدف سجله حمزة الكردي الذي لم يهنأ كثيرا بهدفه، حيث تلقى البطاقة الحمراء في مباراة كانت فيها الاعتراضات حاضرة على قرارات حكم اللقاء
رغم رفض إياد عبد الكريم وكادره التدريبي الحديث عنها. أصيف الموسم الفائت الوثبة أهدر نقاطا كانت في متناوله في مباراته أمام الحرية بعد أن تقدم عليه بهدف صبحي شوفان في الدقيقة 44 قبل أن يهدر عدة فرص كان أخطرها ركلة الجزاء التي سددها إبراهيم العبد الله وتصدى لها محمد السالم ليخطف الحرية نقطة التعادل بهدف من ركلة جزاء نفذها سامر السالم قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. أما الوافد الآخر إلى الدوري الممتاز فريق حرجلة فقد تلقى الهزيمة الأكبر في الجولة الحالية بعدما خسر على ملعب الجلاء أمام حطين الذي عوض خسارته مباراة الدربي في الجولة الافتتاحية وذلك بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها أنس بوطة فارس أرناؤوط ووائل الرفاعي في مباراة نال عليها ممثل ريف دمشق ثناء المدرب حسين عفش. الحمد لله أول شيء على النتيجة الإيجابية بكرة قدم أهم شيء النتائج والحمد لله اقترنا في سيطرة تقريبا شبه تامة لفريقنا لأجزاء كبيرة بالمباراة مع أنه هذا ما بيمنع أنه نعطي لفريق الحرجلة حقه بهالوقت كثير قليل اللي يتكون فيه واضح أنه الفريق جيد جدا ومشغول فيه بشكل كثير كويس وله مستقبل جيد. أما آخر مباريات الجولة الثانية فكان ملعب الجلاء مسرحا لها حيث جمعت الجارين الشرطة والوحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراة تقدم فيها الوحدة بهدفين للزينو والحلاق قبل أن يدرك الشرطة التعادل عن طريق الخانكان والبديل حاتم النابلسي. تعادل أغضب المعتوق بعد أن غادر فريقه المستطيل الأخضر بنقطة واحدة وبعدد جديد من الإصابات والغيابات. إذا بدنا نطور كرة القدم مو هيك نطور كرة القدم. نروح نشتغل يعني نشتغل كرة قدم يعني نقعد ببيوتنا كلياتنا. مشاهدينا بعد ما تابعنا هذا التقرير صار يعني أخذنا فكرة كاملة عن مباراة الجولة الثانية. تفضل كابتن. شايفك مو صحيح مع ضربات الجزاء لأنك ما أعطيت أي أهمية شايف التقرير في ضربتين جزاء ما حطيت قصدك بالمحصلة اللي أول شيء سقطت سهوا في عنا ضربتين جزاء ضربتين جزاء ضربتين جزاء للوثب اللي أضاعها واللاعب تشفين الدالي اللي سجلها بمرمى تماما وفي عنا جزاء للحرية سامر السالم كمان سجلها وصاروا سبع ضربات ركلات جزاء بمرحلتين اثنين برا واحدة منهم ضيعت شيرين واحدة الوسبة ودخلوا خمسة لفتك شيء كتبل ما تبلش لفتك شيء بالتقرير بصراحة تهنئة الكابتن زياد شعبو للكابتن محمد لواكيد أنا بشوفه كثير رياضية محترمة لأنه هو كسر رقم الهداف بنادي الجيش الكابتن محمد الواكيد فبمبادرة يعني جميلة مثل روحه لزياد شعبو أكيد نعرفه هداف وهدف موجه له تحية من 90 دقيقة لاعبين الكبار دائما بيتعاملوا بالأسلوب بدي أحكي معك على موضوع كلاسيكو سوريا اليوم وقت اللي بتشوف فريق مثل الاتحاد بين أرضه وبين جمهوره خليني أحكي على العامل النفسي قبل ما أحكي بالفني قديش شفت نادي الاتحاد تأثر نفسيا من بعد إصابة الكابتن خالد الحاج عثمان يعني تحس هبط أداؤه الفني من الصدمة اللي صارت قلب الملعب تمام ووضح الشيء هذا من خلال أداء اللاعبين اللي بحب أحكي على هالمباراة بالذات بحب أول شيء هني نادي الكرامي على الأداء اللي صار له أسبوعين للتوالي للأمانة أنا بقول نادي الكرامي هلأ هو بهالمرحلتين بسمة الدوري أو أسلوب جديد بالدوري أو عامل شيء بالدوري ليش؟ لأن احنا بنحضر المباراة للكرامي بنشوف أول شغلة ما تأثروا إن المباراة خارج أرضهم قدام جمهور الاتحاد له خصوصية ويلعب على وجمهور كبير وقدر يتعامل مع المباراة بشكل كتير منيح خلال الجمهور شغلة تانية عم نشوف خلال المباراة بتلاقي لاعبين الكرامي ذهنهم بالملعب وليس خارجه يعني بتلاقيهم مركزين على أدائهم بالملعب نشوف فريق الكرامي لحظة من اللحظات بيلعب على الكرات المرتدة السريعة بتلاقي أيام بيعمل بريس أيام بنوع طول المباراة بتلاقي فيه تنويع الأهم شغلة كمان بتلاقي بنادي الكرامي اللاعبين الكبار اللي له وزن النقدلي مثل النقدلي بتلاقي لهم وزن بيعرفوا كيف يسرعوا رتم المباراة ويعني امتى يبطئوا امتى يسيروا عم يعرفوا كيف يتحكموا هذا دور اللاعب الكبير الموجود اللي قدر يكمش الفريق كابتن انطلاقا من كلمه انت قلتها قبل شوي انه عقلهم بقلب المباراه
المباراة راحت يعني وقت إضافي وشفنا لاعبين كرامة كانوا مضغوطين ما ضيعوا وقت تمام. يعني ما في لاعب وقع على الأرض وقال إنه أنا مصاب هذا كثير مهم يعني هذا دليل على اللي عم تحكي حتى كابتن بتلاقي تبديلات الكابتن أحمد عزام لنهاية المباراة بتلاقيها هجومية هذا فريق العناصر عم تساعده للكابتن صحيح. احمد فكوا عم يقدر يوصل لهم يا وهن اللاعبين عم يساعدوا يعني تماما وقت بدل ضائع كابتن بالشوط الاول 9 دقائق بعد اصابه الحارس خالد حاج عثمان وهمام ابو سمره وبالشوط الثاني كمان شوط اضافي 7 دقائق الكرامه ما عمل اضاعه وقت ما حدا وقع ما حدا ادعى الاصابه وهي الحركات اللي بنعرفها خلينا نعرف اكثر عن نادي الكرامه بينضم لنا عبر الهاتف الكابتن احمد عزام مدرب نادي الكرامه اللي كان من المفروض يكون متواجد معنا بالاستديو بس بسبب يعني انه سفر وتدريب نحن قلنا لك الله يوفقك ويسر لك كابتن مساء الخير حبيب قلبي مجد مساء الخير مساء الخير كابتن الكابتن عمر ومساء الخير الكابتن عساف حبايبنا المجموعين اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك كابتن احمد ما راح طول عليك مبروك فوزك الثاني على التوالي فوزك بمباراه صعبه بارض نادي الاتحاد اللي تعتبر من اصعب الاماكن انك تلعب وتفوز قدام هالجمهور الكبير نوجه له تحيه كيف حضرت لهي المباراه كيف تحضيرك لمباراه اصعب مع ناديك الام وناديك السابق نادي الجيش أنا الحمد لله نحن عم نتابع سلسلة أعدادنا وسلسلة البرنامج اللي نحن عاملينه وسلسلة المشروع اللي عم نشتغل عليه بالوقت الحالي. بلشنا على فترة أعداد من حوالي شهرين شهرين وعشر أيام الحمد لله. المحصلة لعبنا عدد من المباريات الودية ومنهم دورة تشرين كانت الحمد لله نتائجنا إيجابية. دخلنا على الدوري بجاهزية وفورمة طبعا جيدة وهذا الشيء تكلم فيه خلال إنه نفوز بمباراتين. أكيد مباراة النادي الاتحاد كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا. أنا بداية اشتغلت على العامل النفسي بهالمباراة هي نوعا ما أكثر نوعا ما من العامل البدني والعامل الفني اللي هو فريق الاتحاد جاي أكيد من العاصمة دمشق خسران مباراة أمام فريق الاتحاد وأكيد الحالة النفسية عم تكون منهارة عند اللاعبين والفريق تحت ضغط كبير هو مدربه وهذا الشيء كان شغلنا بالنسبة لنا فهمنا اللاعبين بأول 10 دقائق أو ربع ساعة أو 20 دقائق إنه ما نتلقى هدف نحن لحتى ما نخلي فريق الاتحاد يرجع للحالة النفسية تبعه وهذا الشيء اللي كان من خلال المباراة نحن كنا طباقين بالتسجيل سجلنا هدف ورجعنا تلقينا هدف ونهينا الشوط الأول متقدمين بهدفين الشوط الثاني لعبنا بأسلوب لعب معين جبرنا الاتحاد يلعب كرات طويلة وخلقنا لنا مساحات كثير خلال الشوط الثاني أنا خلال توجيهاتي للاعبين خلال يعني نحن ربحانين 2-1 ما نرجع أبدا للدفاع نحن خططنا أنه بالعكس نحن نسجل هدف ثالث لحتى نقتل المباراة بشكل كثير كبير على قانون الضغط اللي حيكون على لاعبين نادي الاتحاد وعلى مدرب نادي الاتحاد والجمهور طبعا وهذا الشيء اللي اشتغلنا عليه الحمد لله وفي حتلنا عدد فرص كثير صار حلا تسجيل انه انفراد حسن العويد ما كان في توفيق بالنسبه له والمحصله كانت مباراه كثير كبيره فوز تمام. معنوي كثير فوز من الحاله النفسيه هلا عاليه طيب. تماما بالنسبه لنا كابتن اول شيء بدي ارجع ابارك لك بفوزك بالمباراه وبارك لجمهور الكرامه وتحديدا الناس اللي طلعت ولحقتكم على حلب وكانت الدعم الاكبر لكم اليوم مواجهتك القادمه مع الجيش الفريق اللي انت بتعرفه الجيش كيف ما تغير منه لاعبين كيف ما نقص او كثر منه لاعبين فيبقى فريق نادي الجيش العريق والقوي كيف رح تكون مواجهتك معهم كيف تحضير لهي المباراه الكبيره اكيد فريق الجيش فريق كبير رغم ذهاب اكثر يعني لاعبينه لباقي الانديه وفريق فايز بمباراتين كمان الحاله النفسيه والمعنويه تماما حتكون مثلنا بس نحن بصراحه مخططين للمباراه هاي نظهر بمظهر جيد نتابع سلسله نتائجنا الايجابيه ونحن نفهم اللاعبين انه طبعا اي مباراه بالنسبه لنا هي حتكون مباراه نهائي كؤوس عشان نحن نكون بقمه تركيزنا وبقمه جاهزيتنا لاي فريق اكيد اي مباراه طبعا ان كان داخل ارضنا ولا خارج ارضنا نحن نلعب باسلوب انه نفوز ممكن نحن ندافع بس لحتى نفوز يعني هذا الفكر طبعا عم ندخله للاعبين بالوقت الحالي نحن مو ندافع ما بنعرف شو بدنا نساوي بعد ما ندافع بعد ما نقطع كره لا نحن بعد ما ندافع عندنا حلول ممكن نشتغل عليها وهذا الشيء اللي عم نساويه خلال المباراتين ان شاء الله الضابطين واكيد مباراه تماما كابتن مباراه مهمه فريق كبير وان شاء الله نحن تماما نقدم عرض ممتاز ان شاء الله كل التوفيق لكم كابتن احمد بقادم الايام وكل التوفيق لنادي الكرامه وجمهوره اللي دائما نحن بنفتخر فيه يعطيك الف عافيه كابتن احمد الجمهور له مكان اسبوعي معنا بفقره دائمه رح تكون معنا اللي هي الفان زون رح نشوف همومكم وفرحكم ودموعكم وبسطكم بهذا الفيديو مهزلة تحكيمية في أرض الملعب
شفنا حكم الراية انه متحطط على لاعبي الاتحاد، يعني تحطط مو طبيعي طويل، العالم كله شافت. فريقنا كان وسط متوسط، شو الثاني سيطرنا بس ما بطلع شيء بالايد. اصابه حاج عثمان، الحكم ما شافها شيء غريب، يعني طلعنا برات سكور نحن بصراحه. ليش نبعث الشباب لغير انديه ونجيب العالم من انديه البرة؟ في عندك انت مهاجم كان عم بلعب بالمنتخب الشباب، بروح بيلعب غير نادي وتروح بتجيب مهاجم ما له اي صله باللعب. كان الفريق ساعته مو جاهز، ويمكن في مشاكل بين الفريق، يمكن تشكيله كانت غلط، فكل مباراه ولا ظروفها. هلا الجمهور هذا اللي موجود حقه انه عم بحكي، يعني من حرقه قلب طبعا، خسارتين ورا بعض من بدايه الموسم هي بتاثر كثير. يعطيهم الف عافيه، ما قصروا، بيضوا وجهنا وراجعين باذن الله. احلى لعبه بالتاريخ، صحيح الاتحاد خسر بس والله العظيم لعب بشرف، وجمهور ما في احلى منه، والكرام اليوم بيضة دخيل اللي خلقه. المباراة كانت كتير حلوة، الحكم وسام قاد مباراة لبر الأمان، بس بدنا رد هالقد لو كان أنه شو السبب؟ ليش لغى الجول؟ كان ما كان في أخطاء تحكيمية للأمانة، والفريقين لعبوا حلو والمباراة كانت حلوة. أنت جول عم يدخل، لك جول دخلته بعدها تقول والله هذا مو جول مو مباشر، شو نحن عم نضحك على حالنا؟ جمهور وبنطلع على قوانين كرة القدم، قوانين الحكام الجديدة، ما معقول حكم يحتسب فاول على حافة منطقة الجزاء باللحظات الأخيرة، تمام؟ بيعطي عينه على حائط الصد، لبعد ما بيشوف الطابة بالجول بيجي بيصفرها، هي وين صارت؟ تركنا شغلنا وتركنا كل شيء وجينا من حمال الشام، بس هيك ما بصير يعني، يعني جول نظامي فايت على المرمى شاله شيل يعني، بس لأنه إجا بآخر دقيقة مثلا لفوز فريق الجيش، ما بصير أشياء. ما بصير، كرهونا رياضة بس، مرة لغير هيك. والله تعبان يعني شوي، كان في أداء بس مو كثير يعني، بآخر الدقايق يعني ضيعوا هيك فرصة اجتنا، وجت ضربة جزاء لإلهم يعني، وهارد لك لإلنا، يعني تعادل بطعم الخسارة. أداء جيد بس بصراحة بالنقاط الهجومية يعني ضيع كثير فرص، كان الفريق كثير ضعيف هجوميا يعني، وضوع كثير طابات واستهتر وكب ضربة جزاء يعني. الفريق شوي ضعيف يعني هجوميا يعني، بس بنتمنى الجايات ان شاء الله بيكون افضل الفريق بشكل عام. ان شاء الله فريقنا بتحسن عن مباراه لمباراه، بدنا لازم لنا خط وسط ولازم لنا مهاجم. نحن لعبنا اللي بايدينا، نحن سهرنا فريق الخصم، اكلنا اثنينات وفريق ثاني بلش تضيع وقت، خلص المباراه. والله خطا تكتيكي من المدرب، طلعت اسامه الاومري كانت خطا، كان لازم ينتظر 10 دقائق بعدين بيشوف نظرية المباراة بعدين بيرجع بيبدل اللعيبة. أما طلعت أسامة الأموري الأموري هو اللي فرط نص، وتبديل الشرطة كان موفق، نزل هذا الصلال، تحسن الشرطة وصار عنده الروح قتالية باللعب، جابوا أول جول من أول خطأ دفاعي، وتاني جول جابوا كمان من نفس التكتيك، وهارد لك يعني لنا، ومبروك للشرطة التعادل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بهاي الفقرة، إن شاء الله رح تكون دائما معنا بالبرنامج. كابتن كمان يعني نحكي كمان أكثر هلا بما يكون معنا الكابتن مهند البوشي مدرب نادي الاتحاد، نحكي شوي عن المباراة. نادي الاتحاد الكرة عاندته بكثير من اللحظات، تألق كبير كان الكابتن النعسان، كابتن حارس مرمى نادي الكرامة، يعني مو طبيعي في كرات شالها صدقا، يعني كنت أنا عم أقول هي جول تعادل أو هي جول تقدم. تمام، اللي بقوله على نادي الاتحاد مثل ما حكينا عليه بالسابق، هو دائما نادي فيه نجوم كتير. أنا بقول شغلة واحدة، بجوز ضعف التحضير، عدم المباريات الودية إقامتها، لهلأ الكابتن مهند اللي بيتفرج على الفريق بيحس ما عمل التشكيلة أو ما عمل الخلطة اللي هي تعطي النكهة للجمهور أو تعطي المحصلة النجوم الفريق لازم تلعب بالتشكيلة الأساسية. نحن من هالمنطلق بنحكي المباراة الماضية، نزل الشوط الثاني مثل محمد ريحانية غير نتيجة المباراة وسجل، هالمباراة نزل طالب، يعني أنا بقول شغلة واحدة كمان كان له دور كبير وغير من مجريات المباراة. اللي بقوله أنا يعني رأي خاص طبعا، دائما أنا وقت بكون جاي من خسارة من الشام مع فريق الجيش ما ممكن ألعب بنفس الطريقة، وخاصة على أرضي وجمهوري، لازم ممكن كانت الطريقة تتغير، ما بقدر ألعب بمهاجم واحد، ممكن كنت ألعب بمهاجمين ثلاثة. نادي الاتحاد اللاعبين الموجودين فيه بيخليك تغير أكثر من طريقة لعب، ما في شك إنه إصابة الحارس ممكن أثرت على نفسية اللاعبين، ممكن الحظ ما كان متوفر، بس أنا بقول نادي الاتحاد مو هذا نادي الاتحاد، ممكن بعد جولتين ثلاثة بهالتوقف بعد السفر المنتخب يقدر يصحح، ممكن يصحح المنتخب طيب. لأنه نادي الاتحاد لاعبين قلت لك بأي لحظة بأي طريقة لعب، ممكن باللاعبين الموجودين ممكن يلعب قادرين يعملوا شيء. راح نتأكد من هذا الكلام أو راح نسمع من أجوبة من الكابتن مهند البوشي مدرب نادي الاتحاد معنا باتصال. مساء الخير كابتن. مساء
مساء الخير كابتن عمر لك وللكابتن عساف والكابتن مجد كلها. يسعد مساك. سمعت الكابتن عساف كان عم يحكي بموضوع الرأي، موضوع التحضير للدوري كان متأخر. يعني أنا بعرف المشاكل الإدارية اللي كانت فيها لبين ما تعينت الإدارة وتركب فريق كرة القدم ولبين ما تعاقدوا مع حضرتك. أدي أثر هذا على المستوى الفني للفريق اللي عم يعاني منه بأول أسبوعين بالدوري؟ كابتن عمر، نادي الاتحاد صعيدينا بكير بالتحضير، بس كان الانجذاب للاعبين اللي اجوا من لاعبين الإعارة واللاعبين اللي تعاقدنا معهم يعني لآخر أسبوع حتى تعاقدنا مع رأفت ومحمد عدرا. نحن الصعيد لعبنا مباراة دوري التشرين، حضرنا لعيبة الصغار تبعات الفريق اللي كانوا أولاد النادي، حاولنا نعمل فريق توليفي يعني إجباري. فريق نادي الاتحاد غير من جلده يعني حوالي 13 لعيب هذيك السنة نزفوا من قلبين الدفاع والمحاور والمهاجمين. البناء كتير صعب يعني، أنت اليوم فريق عم تحضره والفريق بدك تسوي انسجام المجموعة والتأقلم. المباريات كتير هي كانت مهمة بالنسبة لي إنه نلعب مباريات إضافية حتى نصل للتشكيل الأمثل وأسلوب اللعب اللي بدنا نلعبه. بس اللي دفعنا الثمن هو احنا يعني مثلا احنا لعبنا لعبه اول مباراه بالدوري مع الجيش، كان الفريق يعني ذهنيا ما في كان تركيز في المباراه. باول شوط تعرضنا للهدفين يعني اللي من سوء تركيز يعني من كرات ثابته. احنا يعني حاولنا احنا نسوي توليفه بين الصغار واللاعبين الكبار باسرع وقت. الفريق بحاجة يعني لحنا يعني فريق كبير، لحنا تنحضرنا للعبة الكرامة كنا جين إنه نحن نعود نصالح جماهيرنا فينا في هاي المباراة. كان الوضع شوي قبل بيوم صار في شد عضلي لرأفة مهددي قلب الهجوم، وصار في كمان يعني كنا مركزين إنه نحن نعود بلعبة الكرامة، لكن في ظروف كانت في لعبة الكرامة يعني شوي أثرت إصابة خالد حاج عثمان. هلأ خليني أقطعك بهذا المكان كابتن مهند، أنت اليوم أنا رياضي وبحس بهالكلام اللي عم تحكي فيه وكنت مدرب بأيام معينة. اليوم هاي الإصابة أنت تحديدا كمدرب واقف على الخط قديش عملت مشكلة نفسية للاعبينك يلي على الاحتياط وحتى اللاعبين اللي موجودين على البيش، حتى لك ممكن تعمل لك مشكلة نفسية طبعاً بهذا كابتن المكان؟ طبعا كابتن عمر صدق الله يعني أنا يعني ما حسنت أقرب، لأني في ناس عم بيقولوا لي إنه هو مغمى عن الوعي. واضح يعني كان واضح ما حسنت أقرب يعني قلبي بصاب الأرض يعني اليوم انت ما بالك اللاعبين انهم يعني اجباري هذا بده يفقد تركيز. الشوط الاول كله يعني صار فينا اللعيبه تتخبطت يعني نحن وقفت المباراه حوالي 10 دقائق واللعيبه التهت بمواضيع غير تركيز المباراه اجباري. يعني انا بتشكر اللعيبه انه نحن حاولنا كابتن شفنا رده فعل اللاعبين يعني من الفريقين من نادي الكرامه ومن نادي الاتحاد، رده فعل واحده كانت كعائله يعني واحده كان بين اخوه. صحيح هو احنا كان همنا انه نحن تلعب تكون المباراه يعني تطلع مباراه ليق بسمعه الفريقين. بس الشوط الثاني كان في مستوى اعلى طبعا، في تبديلات كانت احنا لازم نجريها. نحن كان حاولنا نحط بالشوط الاول نحط بطوط الكرامه ما حصلنا. بالشوط الثاني حاولنا انه نحن نعوض بتبديلات سريعه. الفريق مجموعه من اجمل المجموعات يعني الموجوده بفرق الدوري. نحن يعني بصراحه نحن لازم نكون وضعنا افضل من هيك بالمباريات القادمه. يعني اليوم الفريق لازم يكون وضعنا يعني لما نصل للتشكيل الامثل يعني خلال المباراه الجاي والبعد اكيد صافي عندي الحلول الاخيره يعني للفريق بالتشكيل والبدايات. لازم نحن انا كنت عم بعاني من نزف انه لاخر اسبوع ما كان بالتحضير قبل الدوري كابتن مهند عفوا عن المقاطعه مشان دي الوقت. انت لعبتك الجايه ديربي، لعبتك جاي بملعب يعني كلنا عم ننتظره، نحن كل السوريين عم ننتظر افتتاح ملعب الحمدانيه وراح يكون افتتاحه امام الحريه، وانت طالع من خسارتين كثير صعبات وجمهور الاتحاد ما بيرضى بهذا الشيء نهائيا. صحيح. كيف التحضير النفسي وشو هي اخر الاخبار لهي المباراه؟ الحمد لله اليوم اجتمعت الإدارة مع الفريق وشدت على أزر الفريق، والإدارة جدا متفهمة للأمور وأثنت على اللاعبين ونحن قادرين أنه نرجع وثقتها تماما. كابتن عمر النادي الاتحاد سوف يعود قوي جدا يعني بين الفرق القوية في هذا الدوري، ونحن لعبة الحرية فريق كبير ولعبة الاتحاد بتبقى لها طعمة، بتبقى ندية، بتبقى حماسية للغاية. يعني بتبقى لعبة الحرية بيلعبوا مباريات كبيرة قدام نادي الاتحاد، هي طبعا ديربي البدينه اجباري هذا اثبات وجود للفريقين. نحن محضرين لهالمباراه بشكل كثير كبير انه نكون ان شاء الله نرجع نستعيد نحن توازننا ونعيد ثقه جماهيرنا فينا. هذا جدا مهم لان نحن عندنا نملك كل المقومات للنجاح،
وان شاء الله في القريب العاجل بدك تشوف الفريق ان شاء الله يا رب. انا التليق بنادي الاتحاد. سؤال واضح وصريح، واكيد ما بتمنى هذا الشيء يصير، ولكن انا بعرف صراحتك كابتن مهند. هل من المعقول يكون الكابتن مهند البوشي اول المستقيلين في الدوري السوري لكره القدم الممتاز؟ كابتن عمر، شيء طبيعي، شيء طبيعي على اي انديه كبيره لما بتحقق اي يعني نتائج اجباري بيتعرض المدرب للضغط، هذا شيء طبيعي. وانا بالنسبه لي انا نادي متعلمين على البطولات وجماهيرنا متعطشه وجماهيرنا فهمانة فوتبول كويس، يعني اليوم انت اليوم النتائج مو بس انه تأدي، لازم تجيب نتائج، لاني ما حدا يعني بيخلي انه انت بيرحمك انه انت بتكون ما تجيب نتائج، هذا شيء طبيعي. اليوم انا بالنسبه لي انا كواحد من افراد النادي، كنت مدرب وكنت خارج النادي، بتمنى انه النادي يكون طبعا من فرق المقدمه، من فرق المقدمه وينافس على اللقب. يوم بده ينجح مباريتين بست نقاط هذا شيء كثير كبير، مو بس علي وعلى اي مدرب، بس انا ست الاداره فينا وتجديد الثقه وتجديد اللاعبين ويعني ثقتهم انه هن يصروا على الفريق، لانه مبين انه اليوم مدرب جديد وكادر جديد وفريق جديد، لازم تتغير الصوره، وبالقريب العاجل بدك تشوف انه تتغير الصوره والفريق بده يتغير كثير كبير. ما عندنا شك بانتمائك وباحترافيتك وبولائك لنادي الاتحاد الكبير اللي يناديك اللي انت مثلته، اكيد ما عندنا هذا الشك. بتمنى لك الخير في قادم الايام، وان شاء الله بنسمع اخبار نادي الاتحاد وفريق كرة القدم تحديدا في تألق دائم ان شاء الله. شكرا كابتن. كل التوفيق. كل التوفيق لك كابتن مهند. بس بدي اقول كلمه لكل المشاهدين، انه نحن كل اسبوع عندنا مباراه بنحكي فيها بشكل موسع، عم يوصلنا كثير رسائل انه ليش حكيتوا عن مثلا الاسبوع الماضي توسعنا بشيء وحاطين هذا الاسبوع اتحاد كرامه، الاسبوع القادم عندنا مباراتين رح نتوسع بوحده منهم مهمين، يعني هي مباراه الجيش والكرامه والاتحاد والحريه، في مباراه منه رح تكون هي رح تاخذ الوقت الاكثر، كل فريق ان شاء الله رح ياخذ حقه بالبرنامج، بس احنا عم نمشي بطريقه جديده لنعطي المباراه القمه حقه، وباقي المباراه رح نحكي عنها بشكل سريع، ولازم كان في كثير لنا رسائل. تماما، الرسائل اللي وصلتنا على جروب الفيسبوك 90 دقيقه، طبعا اللي ما عم يقدر يتابعنا على التلفزيون فينا يتابعنا حاليا على البث المباشر. لجمهورنا الكريم وجمهورنا الحبيبي اللي نحن موجودين هون كرمال صحيح. هذا الشيء اللي انتوا عم تشوفوا كرمالكم اكيد، ثقوا تماما انه برنامج 90 دقيقه هو على مسافه واحده من كل الانديه صحيح. وكل الاحترام اكيد لكم. نروح هلا على الشيء الاهم من الموسم الماضي لهذا الموسم. هاي انت بتحب هاي القصص، الجدل التحكيمي وراجعين نحكي عنه يلا.
شايفينه هاي رجل على الدالي بس شو بعد ما صفى ليش هو بيركض برجله ولا براسه هو رجله قدام مشاهدينا بعد ما تابعنا هاي الحالات والقرارات اللي عملت جدل كتير كبير كابتن الأسبوع الأول كانت أخطاء عادية يعني تمر ما بتعمل تأثير على مجريات مباراة بالنهاية الحكم بشر الحكم معرض إنه يخطئ إنه يكون بالمكان الصحيح أحيانا يعني يكون بمكان خاطئ بس ما الأسبوع الماضي ما كتير كانت مؤثرة على نتائج المباريات تمام يمكن لأنه ما كان في ضغط مباريات كمباريات قمة أما هذا الأسبوع يعني أنت شفت بعينك هاي اللي وصلنا ضحكني تحت الهواء اللي حصدناهم يمكن على الاسبوع الاول احكيها فوق الهواء كمان انه كمان يمكن الاسبوع الاول بما انه ما كان في شيء مثل ما حكينا مثل ما تفضل الاستاذ ما كان في اي حاله غيرت نتيجه المباراه صحيح للاسف هالاربع حالات اللي عم تصير يعني انا بقول شغله واحده بس الحكم فكر بالتعويض فلتت المباراه شكرا لك معي على معنا على الهاتف العقيد زكريا قناه رئيس لجنه الحكام في الاتحاد العربي السوري لكره القدم مساء الخير سياده العقيد مساء الخيرات اهلا وسهلا كابتن يسعد مساك يسعد مساك ما بعرف اذا تابعت التقرير اذا تابعت التقرير معنا قبل شوي شفت الحالات التحكيميه اللي عرضناها ب التقرير السابق بس نعم. بدي اسالك سؤال تحديدا واضح للعبه مباراه الجيش والطليعه هل قانون كره القدم بيوجب عليك كحكم تنبيه اللاعبين عند الوقوف على سد الفريق المدافع للابتعاد عن 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 السد ولا هذا الشيء غير ملزم للحكم طبعا كابتن هلا بالنسبه لقانون كره القدم واضح النص بيقول انه عند لما بيكون اللاعب قريب على حائط اكثر من متر ويتم استئناف اللعب او تنفيذ الركله الحره المباشره يعاقب اللاعب المخالف بركله حره مباشره لكن نحن في شيء اسمه روح القانون ايضا تمام. يعني مثل ما هو هي ركله حره مباشره صح. نكون صريحين يعني القانون هذا القانون بحد ذاته لكن في شيء اسمه روح القانون انه مثلا اذا في رميه تماس مثلا رميه تماس وقدامك لاعب بعيد نص متر عن اللاعب اللي يعني يؤدي رميه التماس هل تتركه وبتنفذ رميه التماس بعدين بتخالفه عم بتقول له تفضل يعني هاي في شيء اسمه الاستباقية والوقائية كابتن مثل موضوع ركلة الجزاء مثل موضوع ركلة الجزاء كابتن بس خليني أكون عم حدد تماما كلامي خلينا نكون عم نحكي بالمسميات اليوم الضربة الحرة المباشرة لا فريق نادي الطليعة ضد نادي الجيش الحالة اللي صارت هل هي كان واجب الحكم تنبيه لاعبين الطليعة أم هو الموضوع غير تنفيذي يعني هو ما بيجبر اللاعبين يتحركوا من الحيط أو لا ولكن وجب عليه التنبيه اولا كابتن المفروض لاعب محترف لا لاعب لازم يعرف شو قانون صحيح كلامك لاعب محترف لازم يعرف شو قانون كره قدم على الاقل يعني صحيح لكن ايضا في شيء اسمه تحكيم وقائي اسمه مشان اكون صريح جدا معك انا في شيء اسمه تحكيم وقائي واستباقي صحيح. يعني مشان يكون في متعه بلعبه كره القدم مشان ما يكون في توقفات كثير وكان يكون في متعه فعلا للجماهير وللاعبين بنفس الوقت فمن الحكم الافضل انه ينبه اللاعب يقول له انت اذا ضليت
راح اذا ضليت واقفون صحيح راح يكون لو كان في هدف راح يكون هدف. طيب هذا القانون بس. معلش كمان سؤال ولكن صريح، وانا متعود احنا متعودين على صراحتك وشفافيتك، هل الحكم نبه لاعبين الطليعه ولا لا؟ هذا سؤال اكيد حضرتك سالته للحكم. هلا طبعا هلا الحكم اولا هو ينبههم، المشكله انه اللاعبين البادي لانجوج او لغه الجسد بينت انه هو عم ينبه فقط مين؟ المدافعين. لكن هو وصل رساله صوتيه للاعب المهاجم نفس الوقت. واضح كلامك سيد العقيد. طيب كابتن كمان من هي طبعا كان جيش طليعة، كان الحكم وسام ربيع عم يقودها مباراة جبلة والفتوة، الكابتن طاهر بكار كمان كان في يعني بعض الحالات الجدلية منها ركلتي جزاء وأيضا حالة إرجاع كرة من قدم المدافع إلى حارس مرمى. نعم هي وصلت تقرير المباراة وشفت الحالات كابتن، يعني ممكن افترضنا أنه صارت نتيجة غير هيك منخاف يصير شيء، يعني احنا هي ضبط الملعب، انت اكثر حدا بيعرف كابتن دائما بتقولها باجتماعاتك ومحاضراتك انه ضبط الملعب من قبل الحكم هو يخرج المباراه بالشكل السليم على المدرجات. صحيح. اي مثلا موضوع خاطئ او تقدير غير صحيح بيعمل مشاكل مثل ما صار مثلا ببعض اللعب اللي ما بدنا نذكر مشان ما حدا يزعل مننا من الجماهير. طبعا صحيح كابتن. هلا بالنسبه لحالات الكابتن طاهر، انا بصراحه فورا اخذت المقاطع الفيديو وعرضتها على المقيمين كلهم في سوريا. نحن عاملين مجموعه للمقيمين التحكيم بسوريا. بصراحه مطلقه بقول لك هلا للوهله الاولى بتقول ممكن يكون في مخالفه، لكن انا من كاميرا بعيده 50 او 60 متر عن الحاله ما فيني اقدر بدقه اذا كان فعلا في مخالفه ام لا اذا ما في كاميرا قريبه او من زاويه اخرى. طيب يعني سيادة العقيد خلينا نحكيها فقرة مبدئيا. إرجاع الكرة هي من كاميرا عامة على واضحة جدا، وحضرتك هلأ إذا بترجع بتشوف التقرير هتلاقيها واضحة جدا، وهي ما فيها لا قانون ولا روح القانون ولا فيها اجتهاد، هي فيها مخالفة قانونية من فريق نادي الفتوة لصالح فريق نادي جبلة. ضربات الجزاء يلي نحن شفناهم هلأ بالتقرير، كيف يقدرون الحكم إذا هن ضربات جزاء ولا لا؟ إذا ضربات جزاء فهن يستحقوا نادي جبلة أنه يستحوذ على ضربة الجزاء، إذا غير ضربات جزاء مفروض الحكم كان ينذر لاعبين نادي جبلة بهذا المكان. التمثيل. يعني بما معناه اليوم الحكم يا سيادة العقيد، إحنا حكينا الموسم الماضي، هذا الموسم بنتمنى أنه يكون المستوى، ونحن صدقني حتى هلأ الكابتن عساف بيقدر يحكي معك، نحن داعمين للحكام، ولكن أكيد. اليوم أنت كحكم اليوم بدك تعطيني هاي مصداقيتك على أرض الملعب وشفافيتك وعدم حالة التعويض. إذا أنا ما أعطيت للعقيد زكريا بعطي لعمر أو أعطي للكابتن عساف، هذا الحديث أنت بتعرفه أنت ابن الرياضة السورية. صحيح. ضربة جزاء نادي الاتحاد القاصي والداني، بعتذر منك اللي بيعرف كرة قدم واللي ما بيعرف كرة قدم، هل هي ضربة جزاء أم لا؟ مين بده يعطي حق الأندية إن كان كرامة ولا إن كان اتحاد؟ ما بيهمني أنا الناديين، بيهمني شوف مباراة حلوة. أنت اليوم إذا أنت مدرب لهذا الفريق لفريق نادي الاتحاد، حقك تستحصل على ضربة جزاء بالدقيقة 94، لا تقدر تعادل المباراة بشكل طبيعي. سيادة العقيد صحيح، إذا بتسمح لي لرد عليك فضل. أول شيء بالجزئية الأولى فضل أكيد فضل. هلا بالنسبة لركلات الجزاء، بالنسبة اللي ممكن إنه يكونوا ركلات جزاء بالنسبة لنادي جبري، إذا كان لا يوجد هناك ركلات جزاء فلا يمكن للحكم أن يشهر بطاقة صفراء إذا كان هناك تلامس، لأنه إذا بدنا نعتبر هذا الموضوع تحايل وبالتالي نشهر البطاقة الصفراء لسبب التحايل، لا يمكن أن يكون هناك بطاقة صفراء إذا كان يوجد تلامس. هذا القانون لازم يكون 100% من دون تلامس، وشكل مثل ما شفنا الحالات كلها فيها تلامس، وبالتالي إشهار بطاقة صفراء متبعد أبدا نهائيا، إما في ركلة جزاء أو ما في شيء أبدا متابعة اللعب. ممتاز هذا الكلام. نعم، بالنسبة لحالة نادي الاتحاد، حالة نادي الاتحاد في 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 شيء مادة صريحة بالقانون بتقول إذا حاول اللاعب لعب الكرة أو تعمد لعب الكرة وأخفق في لعب الكرة وذهبت الكرة إلى يده التي هي في وضع غير طبيعي، لا يعاقب اللاعب على لمسة اليد. هذا قانون. نعم. هذا قانون. إذا حاول لعب الكرة بقدمه أو تعمد لعب الكرة بقدمه وأخفق في لعب الكرة وذهبت الكرة إلى يده التي هي بوضع غير طبيعي
يعني هاي اليد بالحالة الطبيعية إذا كانت هيك هي مخالفة، عرفت كيف؟ لكن هو كان عم يحاول لعب الكرة مثل ما صارت في لعبة سوريا وإستراليا بتصفيات كأس العالم إذا بتتذكروا. نعم. سوريا وأستراليا كان في كثير الجمهور السوري كله زعل إنه في ركلة جزاء لسوريا، صراحة ما في ركلة جزاء لسوريا، لأنه اللاعب الأسترالي حاول يعمل كنترول على الطابة، تعمد يعمل كنترول على الطابة ضمن منطقة جزائه، ففشل في الكنترول وراحت الكرة ليده اللي وضع موازي للأرض يعني غير طبيعي، وبالتالي لم يعاقب هذا اللاعب على وجود يده غير طبيعي لأنه تعمد لعب الكرة لكنه أخطأ، لذلك لا يعاقب هذا اللاعب. طيب. ونفس الشيء صار معنا في لعبة كابتن. إن شاء الله نحن رح نضل على تواصل معك خلال المراحل القادمة، بس من 10 قد ايه بتعطي تقييم حكامك للمرحلة الثانية؟ بصراحة مطلقة، أنا لحد الآن راضيين، مرضي أداء التحكيم لحد الآن مرضي، ما بدي أقول لك مميز ولا جيد جدا لكن مرضي كبداية دوري، هذا أداء مرضي. يعني تعودنا بالمدرسة الجيدة جدا هي بتكون 9 يعني 8 خلينا. يلا كابتن كل التوفيق لك ولطاقم التحكيم. شكرا شكرا سيادة العقيد. ونحن كمان مثل شكرا لك سيادة العقيد، نحن مثل ما بننقد الحكام كمان يوم اللي راح يكون الحكم عم يعمل أداء بدنا نوجه له تحية، بنقول له الله يعطيك العافية ونحن دائما بصفك وداعمينك، بس يوم بدك تغير مجرى مباراة صحيح تعمل مشاكل على المدرجات هون نحن بنخاف. نحن خليني اسمع منك كابتن. انا بقول استاذي الكابتن انه نحن ما بنشك بنزاهه حكامنا، ونحن الولاء الكبير لهم ومصداقيتهم تحكيم المباراه، بس انا بقول شغله واحده، عم يعملوا شغلات بالمباراه الصعبه عم تلاقيها عم يعني عم يحكمها قادر يعمل كنترول عليها. لا الصعبه عم يحكمها بطريقه وعم يصفي صفاره حقيقيه 100%. المشكله الصايره الجدليه بامور بسيطه، يعني في امور هي اللي عم تصير الجدل لانها بسيطه. صحيح. او لانها واضحه، هي الواضحه وبسيطه وما عملت وعم تكون الصفقه خاطئه هي اللي عم تعمل جدليه اكثر، مع انه عفوا كابتن مع انه عم تصير حالات بالمباراه معقده وصعبه عم تكون صفقته دقيقه وحقيقيه وصادقه، بينما صحيح. بتلاقي في حالات صغيره وبسيطه اللي عم تعمل كلها جدل، هذا اللي انا كنت احكي، هي اللي عم تاثر لانها عم تكون مو بوقتها. ونخلص من مبدا التعويض انه ما اعطيتك جزاءهم برجع بعطيكم تماما، يعني هي كمان مشكلة لهذا الفريق ما اعطيته جزاء، يلا هذا اجيته جزاء ما بعطيها تماما. ان شاء الله هي نخلص منها. خلينا نروح كابتن، انا بحب احكي كثير عن التحكيم. يلا مشاهدينا خلينا نروح على جدول نتائج هاي المرحله اللي حكينا عنها بشكل سريع. طبعا مثل ما حكينا ومثل ما قلنا، تشرين فاز على الساحل باللاذقيه بدون جمهور العقوبه الاتحاديه 3-0، الجيش فاز على الطليعه 1-0 بملعب الجلاء بدمشق، الاتحاد خسر بكلاسيكو سوريا مع الكرامه 2-1، وجبلة فاز على الفتوة مباراة كانت صعبة 1-0، الحرجلي عم يخسر للمرة الثانية محطين 3-0، مو للمرة الثانية محطين، مرة الثانية بالدوري، الوسبة تعادل مع الحرية 1-1، والشرطة كمان تعادل مع الوحدة 2-2. كيف شفتون كابتن النتائج؟ وحدة. هلا أنا إذا بدي أحكي خليني أبدأ بنادي الفتوة. أكيد نادي الفتوة ليش بديت فيه؟ إنه نادي الفتوة هو الوحيد اللي عم يلعب برات أرضه، فالمطالبة من اللاعبين، أنا رسالتي للاعبين بدك تعطي جهد مضاعف، لأنك تعب تلعب برات أرضك، ما عندك أرض، ما عندك ملعب، عم تلعب خارج مدينتك، بده يكون الجهد مضاعف منك كلاعبين قبل ما أوجه نقد لأي مدرب أو للجهاز أو للكادر. أو اللاعبين هي رقم واحد اللي لازم تبذل جهد مضاعف. جبلة أنا بقول جبلة من الفرق اللي على أرضه صعبة، من الفرق اللي هي على أرضه ما بتروح أي نقطة، عرفان جاي منتشي بعد تعادله مع الطليعة ومحرز 3 أهداف، جاي على أرضه حاطط الفوز يعني مثل ما بيقولوا نصب عينه، بعدين فريق بيلعب آخر 20 دقيقة ناقص الصفوف، هذا تحسب لمدربه وتحسب للمدافعين خط الدفاع أنه ضل يحافظ على نتيجة المباراة. وسبة حرية أنا بقول وقت بتشكل الإدارة قبل الدوري فترة صغيرة بيكون هم اللاعبين كلياتها بالقبض والعقدي وما عقدي، لهيك بتكون شغل المدرب على الناحية النفسية أكثر من الناحية البدنية. إضاعة ضربة الجزاء، لاعبين الوسمي حاملين عبء على ظهرهم كبير. صح. اللي هن وصيف الموسم الماضي، فوصيف الموسم الماضي على طول مطالب نتائج طيبة. الأرضية السيئة اللي كانت عم يلعبوا عليها، صحيح هن لعبوا على أرض قبل بأسبوع على الساحل وفازوا، بس هذا بيعطي الوسمي على الأرضية الجيدة بيعطي نتائج أفضل.
حرجلي حطين بس بشكل اسرع كابتن حرجلي من الفرق اللي ما حضرت صح ما عندها خبره لاعبين باستثناء الكم لاعب لتربح على فريق مثل الحطين ما لازم تكون جيد ان كانوا جيدين لتفوز على فريق مثل الحطين لازم تكون بسوبر ممتاز سوبر ممتاز لتفوز اليوم وقعوا مع حمدكو كمان ان تكون مباراه لاعبينك جيدين لا تكفي للفوز او عمل نتيجه ايجابيه مع فرق كبيره حطين حطين وقت منلاقي انه مدافع وخط وسط ومهاجم سجلوا اهداف هذا دليل انه فريق متكامل فريق عنده لاعبين متميزين الكابتن حسين قدر يرجع وائل الرفاعي لوضعه الطبيعي تحسب للكابتن حسين وللكابتن وائل فريق متوقع منه يكون سجل هدف كثير حلو مدافع ايه ويسجل هلا نحن بلاحظين الفتره الاخيره انه اكثر مدافعين عم يسجلوا هي شغله كثير هذا منشان المنتخب شرطه وحده هي بدها تنهيده شوي هي بدها تنهيده شوي انا بقول نتيجه 2-0 هي اخطر نتيجه ما عودنا نادي الوحدة يلعب بلا روح الشوط الثاني وقت خاصة صارت النتيجة 2-0 صار في استهتار عند اللاعبين للأسف بقول لك نادي الوحدة ما احترم لعيبة الشرطة الشرطة أدوا لعيبة الوحدة واحترموهم بقول لعيبة الشرطة بيعرفوا الفرص اللي مع الفرق الكبيرة بدها تستغل يعني على حبتها لهيك الفرصتين اللي صحت لهم قدروا يستغلوا لقينا رجولية في رجولية بمواجهة حارس المرمى على عكس لعيبة الوحدة اللي بمنطقة 16 الشرطة كان فيه مثل ما بيقولوا شوية يعني تمام. في رعونة شوي جيش طليعة الجيش والطليعة الجيش عم يكسر عم يستغل انه عم يلعب على أرضه للأسبوع الثاني على التوالي قدر يحرز 6 نقاط فريق عم يسل بالنقط شوي شوي تماما يكون ما حدا ماشي شوي شوي كثير انه كانت ماشي. كان الكلام انه هو ما رح يكون منافس قوي لهلا اموره تمام عنده الكابتن الواكد والكابتن قصي لاعبين خبره عم يمشوا الفريق بالطريقه اللي عم تناسب طريقه لعب الكابتن الاخر وحده انه حكينا نحن اتحاد كرامه 20 ساحل ساحل من سوء حظه انه عم يلعب مع فريقين بطل الدوري السابق والوسبي اول اسبوعين فاكيد راح تاثر عليه سلبا بس بقول فريق تشرين ما بيرحب على أرضه الساحل انتظروه بس لكن بده فترة من الوقت نروح على جدول الترتيب مشاهدينا بعد انتهاء المرحلة الثانية تشرين متصدر ب6 نقاط في أكثر من فريق حتى الجيش معه 6 نقاط بالمركز الثاني مركز ثالث الكرامة ب6 نقاط والوحدة بالمركز الرابع ب4 نقاط الوسبة وجبلة وحطين الشرطة تماماً والترتيب العاشر الفتوة والحرية والاتحاد والساحل وكمان الحرجلة بالمركز الأخير صحيح. يعني نحن قلنا آخر مراكز من ضمن النقاط مباريات المرحلة القادمة ما عندنا مباراة سهلة كابتن المباريات كلها صعبة ومهمة لكل الأندية بالعادة بيكون عندنا مباراة قمة مباراة شوي لا هدول كلهم صعبين لأسباب رح نحكي فيها هلأ خلال عرض الجدول فتوة تشرين الفتوة لازم يعود لازم يعود اخفاقه بالمباراة الأخيرة بعتقد لأن التشرين رح يتعذب لعبته تماما فتوة وتشرين رح يتعذب يعني ما رح تكون سهلة يعني كرامة جيش كمان قمة هي كرامة جيش رح تكون كثير قوية الوحدة والوسبة على أرض الوحدة المعاقب دون جمهور. دون جمهور الحرية والاتحاد مثل ما حكيت مجد هي مباراة ديربي حلب الساحل والشرطة كمان مباراة متقاربة المستوى حطين وجبلة هي ما بتحذر لها المباراة ديربي يعني وطليعة وحرجلة ما بنعرف من الجريحين خلينا نحكي يعني كابتن عنا الكرامة جيش لأثبات الكرامة والوحدة والوسمة الوحدة بده يعوض ويعني كل نادي عنده شيء بهي المباراة يعني تمام أنا اللي بقول هي الاختبار الحقيقي بدها تكون لتشرين والجيش لأنهم هي أول لعبتين رح يلعبوها خارج يعني هي عنوان المرحلة القادمة هذا أنا برأيي لأنه رح يلعبوا أول مرة خارج أرضهم مثل ما لعب الكرامة وأثبت خارج أرضهم وهن متصدرين فبعتقد الأسبوع القادم هي إثبات لنادي تشرين أحقيته هو والجيش بصدارة طيب. الترتيب نشوف التشكيلة اللي اخترتها حضرتك كابتن لهي الجولة نعرضها مع بعض تماما رح نحكي عنها بشكل سريع ما رح يعني نفصل كل لاعب طبعا. بلعبه حارس المرمى عبد اللطيف نعسان حارس نادي الكرامة تمام وقلب طبعا عنا أحمد الشمالي بالدفاع نور علوش فارس أرناؤوط بالإضافة لمحمد الشريف بخط الوسط أحمد الأشقر وجهاد بسمار وطالب عبد الواحد وورد السلامة كمان كان متألق نصوح نقدلي بخبرته الكبيرة كتير وطبعا الهداف الذي لا يشق له غبار علاء الدالي السؤال هون كابتن أنت اخترت جهاد بسمار
لاعب نادي الكرامة على العلم أنه نزل هو كبديل. تمام. ما لعب يعني 10 دقائق حتى طالب، حتى طالب عبد الواحد لاعب الاتحاد. في لاعبين بينزلوا بيغيروا شكل الفريق، بيعملوا نقلة نوعية بالفريق. هذا لاعب بيكون مؤثر له قيمته بالفريق. أنا بعتقد إنه هاللاعبين نزلوا وغيروا بشكل الفريق وكان لهم دور، حتى جهاد بسمار لعب دور كبير بثبات مستوى نادي الكرامة بالفترة. ذكاء من المدرب لقى الفريق بدل مستوى ينزل فنزل لاعب يتأهل، هذا قدر يحافظه على نتيجة المباراة وفاز فيه. للأسف الأسبوع الجاي ما راح تكون معنا، هلا عم بحكي لك إياها مشان يفضحوك. السبت القادم منتخب سوريا راح يغادر، منتخب سوريا لكرة القدم راح يغادر لمعسكره في الإمارات العربية المتحدة تحديدا دبي. القائمة إمتى راح تطلع؟ اليوم الأحد كابتن، لأنه الكابتن حريص الكابتن نبيل على عدم إصدار القائمة لأن احنا 32 اسم. عنده سببين يعني مقنعين. أول سبب أنك أنت لا ممكن يصاب أي لاعب، إذا اختار لك 27 لاعب ممكن يصاب أي لاعب، ممكن بقى بدك تدخل من الخمسة التعويض يعني. هو أصار أنه يكون القائمة كلها 32 موجود. حرصه الأكبر كمان اللاعب الخام الخمسة اللي ممكن يكونوا خارج القائمة ممكن يلعبوا دور سلبي على أنديتون، فهو حرصا على أنه الأندية تكون كلها بجاهزية لاعبين المنتخب. ممتاز. فقراره سليم أنا بعتقد 100%. اللاعبين المحترفين راح يكونوا موجودين معنا، الأكثرية موجودين معنا. بس ما عرف الكابتن أحمد الصالح يمكن في مشكلة مع النادي ما سمح له يروح. تمام. بس الوحيد متأخر شوي بالترتيب أو بده ينحظر، بده في حظر في مشاكل، فالنادي تبعه ثبتت كابتن مباراة الأردن، ثبت الأردن 16 الشهر وإن شاء الله 12 الشهر مع أوزباكستان. السومة خريبين إن شاء الله، السومة جاهز وخريبين وكل النجوم يعني. بس الصالح يعني، بس الصالح إلى الآن بس الصالح بيعتذر عنه عشان تكون هاي إكسكلوسيف لنا يعني. طيب. تروح وترجع بسلامة، نحن نشوفك الأسبوع يمكن يا اللي بعده يا اللي بعد بعده إن شاء الله. فنتمنى لك كل خير، نتمنى التوفيق لمنتخب سوريا. شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. نورتنا كابتن، شكرا لك، تروح ترجع بسلامة وجودكم، شكرا لكل الشباب الموجودين معكم بالكادر. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا. يسعد مساكم جديد مشاهدينا، بيسعدنا نرحب بالكباتن الكابتن عبد الرحمن بركات لاعب نادي الوحده والكابتن مؤيد الخولي ايضا لاعب نادي الوحده، واجدوا معنا اليوم ب 96 دقيقه لنحكي معهم بموضوع كثير مهم، موضوع العقوبات. مساء الخير كباتن. مساء النور عليك. العقوبات المشكله صارت والمباراه تعبت، واللي ربح هننا واللي خسر نال هارد لاك. موضوع العقوبه قانونا ترى على كل اللاعبين اللي تعاقبوا اليوم. بدنا نحكي مثل ما بيقولوا من القلب للقلب، نحكي كيف انا المبادره بصراحه اللي صارت على الفيسبوك، الاعتذارات والروح الرياضيه اللي تبينت من كل اللاعبين اللي تعاقبوا، حسيت انه لا في شيء ايجابي لهذا المكان. بدي اسمع منكم اليوم شيء عن الشيء اللي صار، ما بدي احكي اكيد، بدي احكي عن الشيء اللي لقدام كيف عم تفكروا فيه. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام. هلا مثل ما قلت انت حضرتك، رح بلش محل ما نهيت. الشيء اللي صار صار، نحن اليوم حسينا حالنا بمكان ما غلطنا تجاه مؤسسة أو تجاه أشخاص يعني هن بيمثلوا هي المؤسسة، فحبينا إنه أنا واللاعبين إنه نعتذر عن الشيء اللي صار لحتى نفتح صفحة جديدة بالدوري ونفتح صفحة جديدة مع الاتحاد الرياضي. هذا الشيء كان بمسنا لأن كنا عن قناعة تامة بهذا الشيء، ونحن بنعرف كل المعرفة إنه الرئيس الاتحاد الرياضي العام أساس فراس والرئيس اتحاد كرة القدم عميد حاتم هن لاعبين سابقين، واحد منهم لاعب فوتبول عميد حاتم والثاني سباحة عالمي. أكيد هن الرياضيين بحسوا فينا وبحسوا أكيد مروا بنفس الظروف اللي نحن مرينا فيها بقلب الملعب، وهذا الشيء يعني هن اكيد رح يقدروا موقفنا ورح يسامحونا باذن الله تعالى. هذا الشيء اللي نحن بنتامله منهم، مثل ما طلبنا منهم على الفيسبوك على صفحاتنا الشخصيه انه هو العفو من شيم الكبار، نحن كمان اليوم بنعيد انه هو العفو من شيم الكرام ان شاء الله تعالى، وبنتمنى باذن الله تعالى انه يكون في عفو عن الخطا اللي وقعنا فيه. واكيد باذن الله هي القصص نحن كل حدا بيتعلم من الاخطاء اللي مر فيها، اكيد هي القصه باذن الله ما بقت تنعاد مره ثانيه، بنحاول قد ما فينا انه ما بقت تنعاد مره ثانيه، وان شاء الله تكون الايام اللي جايه خير لنا. طيب. على الصعيد الرياضي كابتن، بس بدي اذكر انت عندك عقوبه حرمان لمده سنه من اللعب مع اقتراح بفصل منظمه. كابتن عبد الرحمن كان عندك عقوبه 6 مباريات
هو هذا الاشكال اللي عم نحكي عنه هو اللي صار بمباراه السوبر لجامعه نادي الوحده ونادي تشرين. تفضل كابتن. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما يعني بدي اختم من ما بدي بلش من محل ما ختم فيه مؤيد، انه راجين اتحاد الكره انه العقوبه اخذ مجراها صدقا. وقت نشوف الفريق عم يلعب ونحن قاعدين يعني كثير بتحس بالقلب انه بلش دورينا ونحن كنا مجهز له وحضرنا له وعملنا تحضير يعني كثير منيح وكنا مع الفريق، فشيء بحس بالقلب وقت يبلش الفريق يفوت على الدوري ونحن ما لنا معون. يعني راجين من اتحاد الكره واتحاد الرياضي العام انه العفو عند المقدره من شيء من الكرام، وراجين منه مثل ما قال في مؤيد انه ذكر انه رئيس الاتحاد للفوتبول هو العميد حاتم كان لاعب سابق، والرئيس الاتحاد الرياضي العام كمان كان سباح، يعني هن بيحسوا اكثر حدا فينا تماما. كابتن بنفس المباراه كمان كان في عقوبه للاعب نادي تشرين محمد المرمور بسبب الاشكال اللي صار، بينضم لنا هلا عبر الهاتف لاعب نادي تشرين محمد المرمور لحتى كمان يحكي اللي عنده مثل ما حكوا الشباب حول هاي العقوبه وشو بيطلب هو كمان للمعنيين لتخفيفها او لالغاها. تفضل كابتن. كابتن حمرا بتسمعني؟ عم بسمعك. تفضل كابتن. الو تفضل. مساء الخير استاذ الكريم، مساء الخير الى كل ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا فيك، تفضل. اول شيء طبعا بوجه شكر لبرنامجكم الكبير على الاستضافه اللي خليت يعني على الاستضافه الكريمه، وطبعا نحن اليوم لاعبين نادي لاعب منتخب سوريا ولاعب نادي تشرين، نحن طبعا تابعين لمنظمه اتحاد كره القدم، نحترم كل الانظمه والقوانين ونحن تابعين بالنهايه لاتحاد كره القدم. نحن اليوم كنا غلطنا بمكان ما، بس بتعرف انت اليوم انا قائد لفريق بمباراة السوبر، من حق اليوم اني احكي مع الحكم، من حق اليوم نبهه على موضوع الوقت على تاخير المباراة، ولكن هذا الشيء ادى لغضب الجمهور وصار يعني مثل ما صار مثل ما شفنا كلياتنا اليوم. العقوبة كانت قاسية بحقنا، بحقي انا وبحق لاعبين هذه الوحدة. طبعا اليوم نحن انا ما بحب اسئلة اي لاعب كان من يعني من اي فريق كان، كلياتهم زملائي اللي لاعبين اخوات الي يعني نحن عشرة عمر، بس اللي صار صار. العقوبه كانت قاسيه بحقنا، بحقنا كثير يعني مثل ما بيقولوا، ونحن نتوجه وعبر هيدا المنبر نتوجه لرئيس المنظمه الاستاذ فراس معلم، لرئيس الاتحاد الرياضي كره القدم الاستاذ حاتم الغايب، بنقول له يعني انت كنت لاعب سابق ولاعب يعني بتعرف معاناه اللاعبين. صحيح. اليوم نحن من هذا المنبر مثل ما بيقولوا اليوم العفو. كابتن محمد، خلينا نحكي اليوم هذا الحديث الرياضي اللي نحن كلياتنا بنكون صريحين وبنحبه. اليوم في كثير من جمهور جماهير الانديه كلياتها هي ما بتعرف قديش العلاقه بتكون اخويه بين لاعبين المنتخب تحديدا. صحيح. يعني انت اليوم كل ايامك اغلب ايامك بعيد عن ناديك بتقضيها بالمنتخب، فبجوز العالم ما تعرف قديش في شيء انساني بهذا المكان او في شيء. تمام. لا نحن اخوات يا جماعه، ممكن نتقاتل بالملعب، ممكن 90 دقيقه الجوه ما دخل برات تماما الملعب. ولكن ممكن نحن نرجع برات الملعب، احنا اخوه ونحن زملاء بالملعب، فهذا الشيء قديش بتلاقيه بلامسك وانت كقائد فريق، يعني قائد فريق تشرين، انت السنه الماضيه بطل دوري وهي السنه انت عم تطمح عم منافس قوي وعم تطمح لتحتفظ بالبطوله. تماما استاذي، يعني هذا الشيء يعني الكل يعني بيعرف اكيد. اليوم نحن كلياتنا زملاء وعشرة عمر مع بعض، نحن لاعبين يعني من مثل ما بقول بفئات العمريه كلياتنا بالدرجين سوا، لا وصولا للرجال. هذا الشيء علاقه يعني كثير قويه بين كل اللاعبين وخاصه اللاعبين الموجودين معك، يعني كلهم اصدقاء الي واخوه الي يعني. بس هذا الشيء يعني اكيد بين اللاعبين بسبب كيف بدي اقول لك نوع من التوتر او ضغط المباراه. صحيح، ضغط المباراه. اليوم انا كقائد لفريق اليوم بجوز غلطت بمكان ما، ولكن انا برايي كانت العقوبه شوي قاسيه بحقنا نحن كلاعبين. اليوم يعني اذا بدنا نتعامل بروح القانون، يعني هي كيف بدي اقول لك استاذ، انه اليوم صح غلطنا نحن بس ما بنستاهل نكون هالعقوبه الاربع مباريات بست. صحيح. بس خليني اعقب على كلامك نفسه، انا باخذ من كلامك محمد. طبعا. اليوم كلياتنا بنشوف باوروبا وبنشوف بكل الدول حتى الدول اللي حوالينا، يعني أنا ما بظن في شيء عقوبة اسمها مثلا حرمان سنة ومع اقتراح فصله، اوكي نحن عندنا قوانيننا الخاصة، ولكن هذا الشيء بترجع تقول أنت اليوم الأستاذ فراس معلّه هو رياضي وكذا، يعني اليوم مثلا الكابتن المرمور محروم أربع مباريات، يعني تقريبا رح يكون واقف عن اللعب من مباراة السوبر يمكن لحتى لبداية كانون الأول هو لاعب منتخب كمان. تماما.
فما رح يلعب. ما بعرف إذا هاي الشيء بيأثر على مشاركتك بالمنتخب كابتن عبد أو مشاركة كابتن المرمور بالمنتخب. يعني هدول القوانين اللي احنا بنشوفها، أنا اليوم بحكيها رياضة ما عم بحكيها شيء، قد ايه بتلاقوا هاي القوانين أنه لا يا أخي نحن ممكن تكون القوانين مثل القوانين اللي عم بتعاملوا فيها ببلاد برا؟ هلا صحيح كلامك اللي ذكرته 100%، ونحن كلياتنا معترف انه نحن بدوله تحت سقف القانون، كلياتنا موجودين نحن مع العقوبه قولا واحدا، بس نحن كنا عم نناشد انه يطلعوا بروح القانون. نحن اليوم باي مفصل مفاصل الحياه انت في قانون بيحكمك، صحيح، بس بنفس الوقت في عندك روح للقانون انت بتتعامل فيها، خاصه انه انت عم تتعامل مع لاعب عايش كل حياته على الرياضه، او عايش كل يعني هو مهنته الاساسيه الكارير تبعه هي الرياضه. فانت نحن ناشدناه انه يتعامل معنا بروح القانون. هلا العقوبه صدرت بحقنا ونحن معترفين بالغلط، وهذا الشيء كان كثير قاسي علينا. يعني نحن كلاعبين وقفنا مثل ما قال عبد الرحمن، وقفنا وحسينا بالذنب تبعنا. فنحن حاليا عم نقول له انه بس، او عم نناشده انه بس يتعامل معنا بروح القانون، بغض النظر نحن شو صار بالمباراة ولا شو، هذا كله حطيناه ورا ظهرنا. نحن لا ولكك عم تكون انت صريح، والكابتن محمد المرمور عم يكون صريح وانت صريح بهذا المكان. ولكن اليوم ما بعرف في سؤال بدي وجهه لاتحاد كرة القدم مباشرة من برنامج 90 دقيقة. قريت لوائح العقوبات كلياتها، واكيد نحن مع المخطئ انه ينال عقابه و لكن برجع بقول انه روح القانون او قانون ما بيهمني اكيد عبد يضايق او يزعق جمهور تشرين، لانه هو ما بيزعلهم غير وقت اللي بيكون متضايق وبتصير فشة خلق هي بمكانه. اكيد ما بيكرهكم، اكيد نادي الوحدة ما بيكرهكم، اكيد انتو كجمهور ما بتكرهوا باقي الاندية، ولكن السؤال اللي بيفرض نفسه اليوم بلائحة العقوبات في بند انا دائما كان عم يتكرر وارجع اشوفه، في جملة بتقلك على يعني بعد كل العقوبات بيقلك بما يراه الاتحاد مناسبا. انا هي بشوفها بالمعنى العامي، سوري يعني بشوفها مطاطة، يعني انا بحكم كيف ما بدي بهذا المكان. بركي صار حالة مو موجودة، هو في قانون، في مادة وفي قانون صح. مثل اي قانون اليوم يعني بتروح على الاصل عدلي، اليوم انت ما في شيء بيقلك بما اراه مناسبا، بيقلك في قانون تعمل هاي الجريمة في لك هاي العقوبة. هاي العقوبة شباب عملوا مشكلة بالملعب ساووا شو ما كان، انحرم هو انحرم الكابتن. فهون قديش عم تكون مطاطة هذا هاي العقوبة، قديه بتحسها بتأثر عليك رح تأثر عليك على المنتخب، على تواجدك بالمنتخب. يعني أنا فيني أحكي اليوم أنت عنك وعن الكابتن المرمور لأنه أنتوا اثنين لاعبين منتخب ومع الفريق أنتوا. صحيح حكيك أنت، حكيك صح إنه بتأثر إحنا علينا بالنهاية. إحنا عم نتمرن، فبتعرف أنت لاعب فوتبول يعني تمر المباريات ما بتعادل كتير تمارين، صرنا غايبين لعبتين بيأثر علينا كتير. بعدك عن يوم الخميس أنت لازم تتمرن لحالك، يكون تمرين الفريق هو تمرين خفيف، تمرين مباراة ايه، بس بدك تعوض انت المباراه يوم الجمعه على سبيل المثال، بدك تعوض انت لرفقاتك اللي لعبوا مشان تلحقهم تتمرن لحالك، فشي بياثر كثير. هو بصراحه بعد عن جو المباريات عن 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 التساجق عفوا الانسجام اللي صار بالفريق من قبل وقت التحضير بتبعد عن كل هالاشياء، فبتضر كثير. يعني نحن بنضر اول شيء فنيا، ثاني شيء ماديا صراحه. كابتن محمد كنت عم بحكي مع الشباب تحت الهواء، عم تسمعني كابتن محمد؟ إيه معك. بإصابة الكابتن خالد حاج عثمان كنا عم نحكي فيها طبعا بالشكل الإنساني، إنه أنت اليوم توصل لمرحلة بتلعن بما معناه إنه ليه هيك صار وبتزعل عليه وبتنحي هاي الخلافات كلياتها بالمكان الرياضي قدام حالة إنسانية مثل هذا الشيء. قد إيه بتحس إنه أنت اليوم قادر تسيطر على نفسك داخل الملعب؟ ما تقدر انك لتكون قائد حقيقي عم تمثل فريقك؟ اكيد طبعا. اليوم اللي صار مع الكابتن خالد حاج عثمان اليوم اللي احنا بنوجه له بنقول له الحمد لله على السلامه، وان شاء الله الله لا يضرك بالشيء اللي صار. وطبعا يعني اكيد انا بعد هيدا الغلط اللي هو بمباراه السوبر اكيد اليوم صرت اوعى من هيك، وصرت مثل ما بقول انا مطالب كقائد لفريق اليوم لازم نكون اهدى من هيك بكثير. ولكن ظروف احيانا ظروف المباراه هي شوي بتخليك صح، يعني ظروف المباراة هي بتخليك اليوم بحالات هي جدا بسيطة، ولكن لازم أنا أكون أوعى من هيك بكتير لحتى أقدر أضبط نفسي وحتى أكون بتلاقون قائد حقيقي لفريقي. اليوم أنا تعلمت من هيدا الغلط مباراة السوبر، وأكيد هذا الشيء ما بيتكرر طبعا. اليوم قديش صعب اليوم أني أنا اليوم قاعد عم تابع فريقي من المدرجات أو من خلف الشاشات تمام. طبعا أكيد هي بتحس بنفسي أنه أنا وصلت لمرحلة كبيرة من الجاهزية. اليوم أنا قاعد بس عم حاول ألحق يعني رتم فريقي وصل لمرحلة كتير بعيدة عني، يعني هذا هو الشيء بحس بنفسي. اليوم أنا قاعد
ما عم بقدر وصل للجاهزية تاعت الفريق. اليوم هيدا الشيء اليوم يعني مثل ما بقولوا درس صغير اليوم تعلمنا منه كلنا انا واللاعبين. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله يعني هو درس للرياضيين بهاللي صار ولنا نحن المدنيين. يعني هو بالحياه لازم نحن نضبط النفس وقت يكون في مشكله، وقت يكون في شده. كل التوفيق لك بقادم الايام كابتن نادي تشرين، كابتن محمد المرمور ولاعب المنتخب الوطني، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كباتن قديش بشكل سريع يعني انت اليوم بدي اياك توجه رساله لكل طلاب المدارس الشباب والاطفال اللي بيقولوا والله نعمل تشكيله، نحن بنعمل تقسيمه بالباحه نلعب بالحارة، أنا عبد الرحمن بركات، أنا مؤيد الخولي، أنا المرمور، أنا عبد القادر كردغلي، أنا لؤي طالب، يعني هاي الأسماء اللي عم ياخذوا أسماءكم شافوا إنه أنتم عملتوا هذا الخطأ، شو بتوجهوا لهم رسالة اليوم؟ إنه جنوا رسالة إنه شافوا الأخطاء وشافوا العقوبات، ثاني لا يخطئوا مشان ما يتعاقبوا كمان من أهاليهم، طبعا ما حدا حيعاقبهم من أهاليهم العقوبة، بس إنه شيء حلو أنت عم تذكره إنه لعيبة صغار، عفوا اولاد صغار عم ياخذوا اسمك انت بهالعمر، انت لساتك اول طلعتك لعيبه اولاد صغار عم ياخذوا اسمك، فشي كثير انا فخور فيه الحمد لله على حالي، وبتمنى منهم كل الموفقيه وخذوا رقم 9 مع اسمي. طيب بدي احكي بكلمتين هيك مختصرين كمان ننهي هذا الموضوع بطريقه، بالعكس انا بحترم مكانتكم بهذا المكان انتم والكابتن المرمور. وقت بتسجل جول فيك تروح تحتفل مع جمهورك، ما وقت تروح او فيك لون على راسي بالشباب. لازم اليوم نتعلم من درسنا مثل ما حكى الكابتن محمد مرمور. تعلمت من الشيء اللي صار؟ هلا اكيد انا تعلمت من الشيء اللي صار معي، وبظن الشباب كمان كلها تعلموا من هالموقف اللي صار، وانا اكيد اذا بنتعرض مره ثانيه لنفس الموقف اكيد رح نبعد عن المشاكل، مو بس نحن وكل لاعبين الدوري، لانه شفنا الشيء اللي صار معنا وشفنا العقوبات اللي طالبتنا، فنحن يعني بغنى عن هالقصص هاي اللي صارت لحتى ما نحط حالنا بموقف ضعيف مره ثانيه نرجع اذا لا سمح الله ارتكبنا اي خطا نرجع بدنا نناشد وبدنا نعمل شيء، فانت بغنى عن هذا الموضوع كله. رسالتك للجمهور السوري ولجمهور تشرين تحديدا، هي عامل لك اياها. انا جمهور تشرين لهم كل المحبه وكل الاحترام. التصرف يلي تصرفه عبد الرحمن او اذا بدر منه اي ازعاج ضايقهم هن بوجهه نظرهم، انا بعتذر بالنيابه عنه اذا بدر منا اي شيء. هو جنبك هو رح بيعتذر كمان. هن الجمهور اليوم نحن كلياتنا بنكبر فيه، مثل جمهور الوحده، مثل باقي الجماهير السوريه. بتمنى من الجمهور السوري كله يوقف خلف المنتخب، يوقف خلف الانديه لحتى نرتقي شوي برياضتنا، لحتى توصل باذن الله لكاس العالم ونوصل بالرياضه لمكان افضل. انت لاعب منتخب اليوم الطموح عليك، نبيل معلول كثير عم يحكي باسمك، ما بصير تكون بهذا المكان. صحيح. انت بتعرف هذا الشيء. رسالتك تحديدا للجمهور السوري ولجمهور نادي تشرين تحديدا. أول شيء لجمهور نادي تشرين، إذا أنا كنت يعني مذنب أنا ما شفت حالي أخطأت بأي محل أو أسأت لأي جهة أو لنادي تشرين أو لأي حدا من الجمهور، بس إذا حق الاعتذار أنا بعتذر منهم وبارك لهم على الديربي اللي ربحوه. وأنت لعبت معهم فترة كمان. صحيح لعبت معهم من سنتين، وبارك لهم على الديربي وعلى النتائج الحلوة اللي عم يقدموها، ونأمل من فريقنا إن شاء الله يقدم حسن المستوى، إن شاء الله يعني بكون عفى عنا بالجولة الجاية، نكون مشاركين مع الفريق ونقدم مستوى يليق باسم الفريق. ونطلع من مراكز متقدمه، ومثل ما قال مؤيد انه لازم شوي انه الجمهور يوقف خلف المنتخب اولا، بعدين كل جمهور يوقف خلف فريقه، لانه فريقه كثير اي فريق بحاجه الى جمهوره بارض الملعب، هو بيعطي دافع معنوي للاعبين بارض الملعب، ويكون حضاريين بارض الملعب، بس هذا بطلبه منهم. شكرا لك كابتن عبد، شكرا لك كابتن مؤيد، كنتوا حقيقيين وصريحين ولاعبين محترفين بمعنى الكلمه. بتمنى هاي الغيمه اللي صارت معكم ما بقى تتكرر. ما بنعرف اذا اللعيبه الثانيين اللي قاعدين هلا عم يسمعونا اذا بيقتدوا بهذا الكلام، لانه انتم اليوم ملتاعين. بتمنى يكون في عفو عن كل اللاعبين بسوريا مو بس عنكم لكم. بدي اتشكر محمد المرمور كابتن فريق نادي تشرين، وتحيه الى جمهور نادي تشرين، وتحيه الى جمهور نادي الوحده. شكرا لكم شباب. مشاهدينا فاصل صغير رح نرجع نكمل برنامج 90 دقيقه، خليكم معنا. مساء الخير لكم مشاهدينا من جديد. هلا فتنا بموضوع كثير مهم، هو ملف كره السله والمنتخب السوري. مثل ما عم تسمع وعم نشوف، ما بعرف قديش بعيدين نحن عن هذا المكان، ولكن لا كنا عم نلاحق منتخب كره السله اللي موجود حاليا بمدينه كازان الروسيه، متواجدين بقلب المدينه، مدينه رياضيه، معسكر مغلق، 3 تمارين بالنهار، يعني بتعتمد تمارين القوه وتمارين كره السله. المدرب الامريكي ب4 او 5 تمارين خلال 3 ايام
قدر يشكل فكرة شوي جيدة عن اللاعبين ولعبوا مباراة. عنا تقرير خلينا نشوفه ونرجع. استعداداً لمنافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا 2021، استهل منتخبنا الوطني للرجال معسكره في مدينة كازان الروسية بالفوز على فريق أكاديمية فولغا بنتيجة 101 نقطة مقابل 91 في مباراة شهدت مشاركة المجنس الأمريكي جورج كيل. وأشرك مدرب منتخبنا جوزيف ساليرنو قسماً كبيراً من اللاعبين مبدياً رضاه عما قدمه منتخبنا من الناحيتين الهجومية والدفاعية قياساً لفترة التحضير القصيرة والتي بدأت في 24 من تشرين الأول الفائت. وفي اليوم التالي أقام الكادر الفني جلسة نظرية لشرح النقاط التي يجب معالجتها في أداء المنتخب، وشهد التمرين المسائي عملا جديا لمعالجة النقاط السلبية في أداء المنتخب. يذكر أن معسكر منتخبنا يسير بمعدل 3 حصص تدريبية يوميا موزعة ما بين اللياقة البدنية والسباحة والتمارين التكتيكية في أجواء مغلقة بالكامل في بداية الطريق نحو لقائي قطر وإيران والحسم المبكر لبطاقة التأهل المباشرة للنهائيات الآسيوية التي ستنطلق في الصين أواخر تموز من العام القادم. طبعا وقت البرنامج انتهى، بس بكلمه كابتن على المنتخب، كيف بتشوف ان شاء الله الايام القادمه له؟ هلا عم يقولوا انه في مباراتين داخل بقلب هذا الاسبوع، لنشوف شو النتائج اللي راح تصير معهم، راح نحكي معهم كمان للبعثه، راح نشوف اذا الاحد القادم فينا نتواصل معهم لنسالهم بقى بشكل مباشر. اكيد يعني هلا نحن كل امنيات كابتن انه يكون في انسجام للاعب المجنس مع لاعبين المنتخب، وايضا يكونوا تاقلموا اللاعبين مع تدريبات المدرب الجديد. هي الامنيات الحاليه ان شاء الله يا رب. يعني مثل ما حكيت مجد كله بده وقت. لا تنسى النافذه قررت مثل ما حكينا بقطر رحت اللعب، ان شاء الله بتمنى لهم كل الخير، بس انا ماني خايف، بالعكس حاسس انه الفريق على طريق ان شاء الله يا رب. هي امنياتنا كلياتنا كابتن، والاسبوع الجاي مشاهدينا ان شاء الله رح نكون بحلقه جديده رح يكون فيها اخبار محليه اخبار عالميه وايضا اخبار عن كره السله واخبار منوعه. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وكنا ضيوف خفاف الظل عليكم بهي السهره بيوم الاحد. الى اللقاء الاحد القادم، اكيد رح نكون سوا ورح نحكي رياضه جديده. من هون لوقتها تبقوا بالف خير.